إلينا محللة الأسواق العالمية في إكويتي جروب من عمان لينا قنوع. أهلا بك معنا لينا. يعني ونحن اليوم بانتظار القرارات المتعلقة بالمركز الأوروبي حول السياسة النقدية، كنا تابعنا القرارات المتخصصة بالمركز الأسترالي والذي اتجه لتقليص برنامج الشراء من 5 مليار دولار أسترالي إلى 4 مليار. ما هي التوقعات المرتقبة لليوم، وهل سنرى نفس النسق الذي اتجه إليه الأسترالي ينطبق على البنوك المركزية الأخرى؟ أهلا بك. بالفعل يعني الخطوات القادمة التي شهدناها من البنك الأسترالي في تخفيض برنامج شراء الأصول من 5 إلى 4 مليارات دولار وإبقاء أسعار الفائدة متدنية، يظهر أن البنوك المركزية جميعها حول العالم تتجه إلى نفس السياسة، ربما تقليص برنامج شراء الأصول ولن يكون هنا وإبقاء أسعار الفائدة متدنية تاريخيا. يعني البنك المركزي الأسترالي لم يقم برفع أسعار الفائدة منذ 10 سنوات، وإن سيقوم بهذه الخطوة لن تكون قريبة هذه الخطوة. حتى البنك المركزي الأوروبي، نحن نترقب اجتماع يوم الخميس، هناك أعضاء وبعض الأعضاء البارزين في البنك المركزي الأوروبي يعني يريدون بداية تقليص برنامج شراء الأصول، لا يعني تجديد للسياسة النقدية، هناك تقليص، يعني نحن نتحدث عن تقليص البرنامج ل 60 مليار أو 70 مليار يورو، يكون هذا التقليص، لأن نحن نرى أن التضخم في منطقة اليورو مرتفع، نحن نتحدث عن 3%. نحن نترقب أيضا الاجتماع القادم للبنك الفدرالي الأمريكي في 22 سبتمبر، وبعد البيانات المخيبة للأمل والبيانات الاقتصادية الناتجة عن قطاع الصناعات وأيضا الصناعات التحويلية وبيانات التوظيف تعتبر ضعيفة، فكان وحتى إذا نظرنا إلى لهجة الفدرالي الأمريكي السابقة في جاكسون هول، يعني لا يوجد توقيت لتقليص برنامج شراء الأصول. مع تلك البيانات، هل سيكون هناك تأجيل لتقليص برنامج شراء الأصول؟ الحديث يعني لابد أن يتم تقليص برنامج شراء الأصول، لكن سوف يتم تأجيله ربما للأشهر المقبلة، ربما في ديسمبر أو حتى يناير من العام القادم. فبالتالي يعني نحن أمام احتمالية بالفعل لتقليص برنامج شراء الأصول، لكن ليس لتجديد السياسة النقدية وإبقاء أسعار الفائدة سوف تظل متدنية. نعم. بالمقابل أيضا عم نراقب بعض البيانات وتحديدا من الصين لينا، يعني بيانات الميزان التجاري جاءت أفضل من التوقعات. اليوم شهدنا الأسواق الآسيوية عم تتلقى دفعة بعد هذه البيانات. بالمجمل، كيف نرى تفاعل الأسواق اليوم العالمية مع أغلب البيانات اللي عم تصدر؟ هل هناك تفاعل جيد أم بعض الأسواق عم تتجاهل هذه البيانات؟ نعم، بالفعل جاءت بيانات القادمة من الصين جدا إيجابية. نحن نتحدث عن ارتفاع في الصادرات بأكثر من 25.6%، ارتفاع في الواردات 33%، يعني هناك إقبال على الأجهزة الإلكترونية، وشاهدنا مؤشرات الأسهم الآسيوية ترتفع، ومؤشر مؤشر الأسهم اليابانية على ارتفاع، وأيضا الصينية الارتفاعات اللي عم بنشاهدها طبعا على غرار هذه البيانات الاقتصادية الإيجابية القادمة من الصين. فيعني نحن نتحدث عن الصين ثاني أكبر دولة مستهلكة للنفط وثاني أكبر اقتصاد في العالم، رغم بعض الإغلاقات التي شهدناها في عدة مناطق في الصين، تظهر هذه الأرقام بعض الإيجابية. يعني إذا تحدثنا عن الصين، يعني نتحدث عن توقعات من صندوق النقد الدولي، نحن نتحدث عن 8.1% توقعات لباقي الاقتصاديات الدول العظمى والكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية 7%، المملكة المتحدة 7%، لدينا منطقة اليورو بأكثر من 4.6%، اليابان ب 2.8%. يعني توقعات
توقعات ب يعني تعد توقعات نمو إيجابية بالرغم من بعض ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وفيروس متحور دلتا، لكن هذه السياسات التحفيزية التي ذكرناها لها تأثير يظهر أنه بشكل إيجابي على اقتصاديات دول العالم، وخاصة نحن حتى في اليابان نلاحظ أنه التفاؤل برئيس الوزراء الجديد وإجراءات التحفيز يعني دعمت المؤشرات نحو الارتفاع. شهدنا الارتفاعات منذ أمس في صباح اليوم وصل إلى 30 تقريبا ألف نقطة مؤشر نيكاي الياباني، ونتحدث أيضا عن مؤشرات الداكس الألماني، مؤشر الداكس الألماني الذي ارتفع إلى المستويات مرتفعة. يعني حتى لو البنوك المركزية كما ذكرنا عم تقوم بتقليص أو حديث عن برنامج شراء اللصوص، سيتم عاجلا أم آجلا هذا الموضوع، لكن يظهر أنه سياسات البنوك المركزية ما زالت مستمرة حتى سياستها التحفيزية، ولن يحصل أي توجهات لتقليص أو تجديد السياسة النقدية حتى منتصف عام، ربما يعني بعد يعني منتصف عام 2022. نشكرك لينا قنوم محلل الأسواق العالمية من إكويتي جروب، كنت معنا من عمان.